صباح العشاء كيف سميك؟ كرجعنا عند خونا عبد الهادي اللهم بارك لنا كنشوفوا بالنسبه لنا القفوزه ديال السيري كما كنشوفوا انا من الصغر بالنسبه لهاد السيري اخي عبد الهادي شحال كتقول هنا؟ 50 هو صغير 25 هذا 50 ياك وبالنسبه لهذا اللي هنا 65 كبير 75 لكن شفتو بالنسبه للترومبايا ديال دوفاس 50 درهم اللهم بارك بالنسبه لاي حاجه خص الاخوان انا المقنن انتما كما كتشوفون اللهم بارك في الكور هنا الاقتصاد ديال المقنن شي حاجه راه يتواصل مع السيف ديالي هنا اللهم بارك بالنسبه لهذا هنا اللهم بارك بالنسبه للمقنن هما راه موجود في السوق المهم بالنسبه لي كالوب 6 هما راه حاضرين هنا كما كتشوفون ديال البينو والبايد اللهم بارك بالنسبه لهذا البايد هذا شحال 180 درهم بياس اللهم بالنسبه للوتينو 150 درهم كما شفت الاخوان بالنسبه لنا بياس الكير ديال الهوغو شحال هذا؟ الكير هذا مدينا ليه الكوا ديالو اللهم بالنسبه للثمن شحال هذا؟ 65 درهم 60 درهم بالنسبه للقفص الصغير هذا اللي وقصوا لنا هذا الصغير هذا شحال؟ 35 هذا 35 بالنسبه للسويبي كما تلقاكم في السيري اللي كاين خونا عبد العزيز اللهم بارك بالنسبه للاخوان كما كتشوفوا هنا بالنسبه للمتواد هذو متواد مقنين ياك المتواد هما راه حاضرين هنا معنا السوق اللهم بارك لك في الحياة الواتساب اللهم بارك لك في الحياة التليفون 06 06 62 14 15 26 الله يسر لك الامور وبالنسبه للعشاق دجاج زين اللهم بارك على الاخوان كما كتشوفوا معنا واجد الجاد ديال السير بريط اللهم بارك هذا بالنسبه لهذا الاخوان راه ذكوره كما كتشوفوا الجمال اللهم بارك الله يسر لنا اياهم بالنسبه للثمن هذا شحال؟ 250 درهم بياس ياك ما سمعتها الاخوان هذو راه 250 درهم بالنسبه للناس اللي كتسوي على الدجاج ديال الديكور اللهم بارك بالنسبه اللي بغيت يتواصل مع السيد الخاص راه يخلي لنا الهاتف بالنسبه للتليفون 06 66 31 دوبل زيرو 09 الله يسر لك الامور وبالنسبه للعشاق ديال الهوغو كما كتشوف بالنسبه للهوغو 150 درهم كما كتشوفوا الاخوان اللهم بارك لك الشهر بياسه راه كاينين جوج ذكر وجوج نتواد هنا الله يسر الامور شحال كوبرا اونتي وز شيطان اللهم بارك وبالنسبه للي كالوبسيت هما شحال هنا كاين جوج كوبرا وبياسه اندريسيا اللهم بارك كما شفت الاخوان اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع الاخوان هنا الله يسر الامور بالنسبه لهذا البيروش هذا هذا الكرونطاي شحال داير؟ بالنسبة للكرونطاي هذا 90 درهم 90 درهم بالنسبة لهاد الاخرين هنا واحد الثمن ديال كما سمعت الاخوان بالنسبة للقياس ديال الكالوبسيت هادي ما مدريسياش مدريسيه بالنسبة للثمن ديالها شحال 200 درهم الاخوان اللهم بارك كما شفتوا بالنسبة خلنا التليفون ديالك 07 07 71 07 07 71 81 43 الله يسر لك الامور بالنسبه للوغو التليفون ديال 06 90 16 06 90 15 95 01 الله يسر الله يحفظك الناس ديالي زكان تحياتي الناس ديال زكان جميعا الله يسر لك الامور بالنسبه لنا الاخوان كما كتشوفوا بالنسبه للناس كتسول على زيد القبابي اللهم بارك او متوفر هنا بالسوق ديال مدينه اكادير الله يسر الامور بالنسبه اللي كيقلب عليه انا عند سي فؤاد يا خويا بالنسبه للدود ديال القبابي شحال كدير هذا هذاك اخويا البواطه 30 درهم هذه 30 درهم صغيره ياك وبالنسبه للكبيره الكبيره 60 درهم 60 درهم الاخوان كما شفتوا بالنسبه للدود القبابي اللي كيتسول عليه اللي خصو يهضر يتواصل مع سي فؤاد التليفون ديالك فؤاد 06 65 73 03 09 الله يسر الامور على الاخوان كما كتشوفوا هذا بالنسبه للعشاق الطفرات ديال المزيد اللهم بارك كوبلات هنا الكره وانت مخلطين بالنسبه للفريزي حتى هو راه كاين بالنسبه للاثمنه كما قال لنا السي عسل 250 ياك انتم كما بياسه 250 درهم بياسه راه داوين على راسهم ونقا الله يسر الجميع بالنسبه اللي بغى يتواصل معايا خد راه الهاتف ديالو السي عسل هنا الهاتف ديالو 06 62 53 54 39 الله يسر لك الامور
شايرة إن شاء الله الله يستر اليوم جميع الناس ديال الشايرة ومرحبا بهم جميعا. أنا بالنسبة للعشاق الرسيسي اللهم بارك فيما كتشوفوا بالنسبة للناس كتسول الرسيسي في قياساتهم اللهم بارك. بالنسبة لهذا قياسة الرسيسي في هذا ياك الرسيسي بواحد شحال الثمن وصل هنا؟ هادو كنقول لهم 170 درهم بياسة 170 درهم بياسة الإخوان كيما سمعتوا. وبالنسبة للي باع شي حاجة كثيرة راه يتصاوب معاه في الثمن الله يسر الأمور بياسة راه مقيم تاهما الله يسر الأمور. وبالنسبة لنا بياسة ديال الكلوستر تاهما راه حاضرين معنا في السوق اللهم بارك. بالنسبة للكلوستر شحال داير؟ كلوستر 130 درهم 130 درهم على السوق الله يسر الأمور خاصة شي حاجة راه يتواصل مع الإخوان خاص. بالنسبة للتليفون ديالك 06 70 24 18 32 يا 50 الله يسر الامور اللي خصك تعيط واش ما سي سمعت حنا التليفون ديالك اسماعيل 061 64 21 96 الله يسر لك الامور. بالنسبة كما كتشوفوا بالنسبة للطفرات ديال الكناري الاخوان كما كتشوفوا هنا في قياسات اللهم بارك. بالنسبة للسلعه هنا راه مخلطه مع السي الحسين الله يسر لك الامور. بالنسبة للسلعه كاين هنا خاص بي البرونز اللهم بارك المزيك كما كتشوفوا والفاي اللهم بارك. بالنسبه للسلعه الثمن السي حسين 200 درهم كل شيء بحال بحال شيء على شيء انتم كما شفتوا بالنسبه للاثمنه راه 200 درهم. بالنسبه كاين الخاص بي البرونز مزيك كما قلنا لكم سابقا والفاي والبورتر ديال الفاي الله يسر الامور اللي خصك غير يتواصل مع السي حسين. بالنسبه للتليفون حسين 06 66 53 48 95 الله يسر لك الامور تحياتي. بالنسبة هذه الاخ كما سمعتوا الاخوان هذه راه كوبلا هذه كوبلا الثمن عاود لينا الثمن ديال هذه كوبلا 200 درهم اللهم بارك كما هادو 200 درهم. بالنسبة للبياسة خلينا التليفون ديال 066 40 70 97 الله يسر لك الامور. العشاق الاخوان عشاق طائر الغابة العصفور والبيو اللهم بارك ياسر كما كما غاشوف سي الله. بالنسبة لك 40 درهم سي الله شحال كيقولوا لك العصفور 30 درهم. بالنسبة للبيو حتى هو 30 درهم كما شفتوا الاخوان. بالنسبة لنا فين كتسول على الطويرات ديال الغابة بالنسبة اللي بغيت تولي في الفوليرات ديالو هما ثمينة سي الله الله يسر الامور. صافي تكير هنا مزولين هذا عندنا باري اللهم بارك ثابتين في الاطار كما كتشوفوا. بالنسبة لك الجدير هذا ماشي اللي بيع هذاك ماشي اللي بيع اللهم بارك ويرضي الله يسر الامور. بالنسبه للذكر ديال الكناري شحال كتقول هنا؟ 130 درهم الاخوان والله يسر الامور. اللي خصك يتواصل مع السي عبد الله سينا التليفون 06 67 27 12 38 الله يسر لك الامور. اللهم بارك على الاخوه كيف كتشوفوا هنا بالنسبه للطفرات ديال الكنار اللهم بارك الكوبره ديال موزايك اوج موزايك جون الكوبره ديال اغات موزايك اوج اللهم بارك. بالنسبه كيف كتشوفوا ديال بالنسبه للكوبره حسن شحال داري 420 درهم الكوبره اي راس اللهم بارك كما سمعتوا 350 درهم بالنسبه للموزايك جون موزايك جون 350 درهم على الاخوان. بالنسبه للاخرين كما سمعتوا 430 درهم الكوبلا. وبالنسبه هنا كاينه اخرى انتوا اخرى كما كتشوفوا الاخوان كوبلا ديال اغات موزايك جون حتى هي. وبالنسبه لهذ الكوبلا حسن هادي وبالنسبه للكوبلا 450 درهم هادي كيقول السي حسن اللهم بارك. وبالنسبه للكوبلا ديال الفريزي كوبلا ديال الفريزي 350 درهم الاخوان كما شفتوا اللهم بارك. بالنسبه للذكور انا عزالي غزال الكر ديال البورتو ديال البرونز اللهم بارك. بالنسبه للذكير هذا شحال هذا؟ 150 درهم هذا الطيران داوي مزيان الاخوان كما قلتوا. وبالنسبه للناس اللي كتبغي الكاج انتم عذرون كما قلتوا خلينا نطفونا اللهم بارك. بالنسبه لهذو كما كتشوفوا قفيزات في السرير كيقول 45 درهم اللهم بلا سرير كيقول 35 درهم. بالنسبه للكبار ها هما كما شفتوا الاخوان خدمه الدايه نقيه خدمه ديال الشوك اللهم بارك سيري
كما قلت لكم هادو بالنسبه للثمن ديالهم كيقول سي عسان 90 درهم اخوان كما كتشوفوا خدمه راه متقونه اللهم بارك الله يسر الامور للجميع. وندوزو للطرومبا تاعي الاخوان كما كتشوفوا بالقفز ديال هادي كومبلي كدير 60 درهم الله يسر الامور كما سمعت الثمن ديالها 60 درهم. وبالنسبه لعشاق الدريساج الناس اللي كتعشق الدريساج بابا غوات كما كتشوفونا في الفريخ ديال المولينا المهم هذا راه وليد كاين الاخرين بياسات اخرين بالنسبه كما كتشوفونا في الصوره اليمين ديالكم هانتوما الوالدين ديالهم كي دايرين واللي خصو راه غادي يتواصل معنا على الخاص نخليكم الرقم على الشاشه الله يسر الامور.